السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، كاين واحد الخبر الإخوان غنعتمدوا على بعض التسريبات الصوتية، فيما عندي أخبار أخرى من أشخاص أخرين فضلوا عدم ذكر الأسماء ديالهم أو سماع الصوتيات ديالهم في نفس الموضوع. المهم الإخوان، الموضوع كيتكلم على واحد الصحيفة أو جريدة إسبانية نشرت واحد التقرير أو واحد المقال كتهم فيه صحراويين أعضاء حركة صحراوي السلام ومنهم ضحايا إجرام بوليزاريو على أن المخابرات المغربية هي اللي مجنداهم وهي اللي مولاهم وهي اللي محركاهم. وهذه الصحيفة أو الجريدة الإسبانية بنات تقريرها هذا أو ما قال هذا على حسب على حد كلامهم وثيقة مسربة من المخابرات الإسبانية. سمعوا مزيان، الأشخاص المعنيين أو المتهمين بهذا الاتهام ديال هذه الصحيفة الإسبانية هما أعضاء حركة صحراويون من أجل السلام، هذه الحركة اللي تأسست مؤخرا معارضة البوليزاري، وخصت بالذكر على وجه الخصوص السكرتير الحركة اللي هو الحاج أحمد، وكتكلم كذلك على الفاضل البريكة اللي هو أحد أعضاء هذه الحركة. من غير حركة صحراوي السلام والأعضاء ديالها تذكر اسم ضحية من ضحايا اغتصاب إبراهيم غالي واللي هي خديجة محمود اللي كان اغتصبها إبراهيم غالي ورفع دعوة قضائية في إسبانيا. المهم انه هاد الجريدة الاسبانية في المقال ديالها كتقول على انه بنات هاد المقال حسب مصادر من داخل المخابرات الاسبانية، وهذا بحد ذاته خطير وخطير جدا. هاد المقال ولهذا المنشور ديال الجريدة الاسبانية تناقلوا بكثرة ابواق البوليزاريو. الاعلام الجزائري واعلام البوليزاريو نسب المرة انه هذا فقط مقال ديال الجريدة إسبانيا، وبداو كيكتبوا وكيدونوا وكينشروا على أنه عنصر ولا مخبر من المخابرات إسبانيا أكد على أنه المغرب ولا المخابرات المغربية وراء تجنيد أعضاء حركة صحراوي السلام وبعض من ضحايا إجرام البوليزاريو، واللي كان خاص بالذكر على وجه الخصوص اللي تذكروا هو الحاج أحمد سكرتير حركة صحراوي السلام، الفاضل البريكة وخديجة محمود وعدة أشخاص أخرين. وعادت هاد المنشورات وهاد المقالات ديال الإعلام الجزائري ولا حتى الجريدة الإسبانية ولا إعلام البوليزاريو عادوا الناس كيتناقلوا بكثرة، خصوصا المناصرين للبوليزاريو، وبداو كيضربوا به أعضاء حركة صحراوي السلام اللي كيشوفوا معدو جديد تأسس قبل حوالي سنتين أو ثلاث سنوات من الآن، واللي هو حركة صحراوي السلام، واللي كتشوف البوليزاريو حقيقة على أن حركة صحراوي السلام بدات كتكسب واحد الشرعية حقيقية وبدات كتجر واحد المجموعة ديال الصحراويين اللي بدات حركة صحراويين السلام كتمثلهم فعلا، خصوصا على انه لا نجو الواقع البوليزاريو كتدعي انها ممثلة شرعية للصحراويين. البوليزاريو ما تأسستش بالمرة داخل الصحراء المغربية المتنازعة عليها، المؤتمر الاول تأسيسي ديال البوليزاريو في الزويرات في موريتانيا، اعلان عن الجمهورية الوهمية في تندوف، حركة صحراوي السلام عكس ذلك، المؤتمرات ديالها اللي عدلت ونظمت كلها من داخل العيون وفي الداخلة وفي المناطق اللي كيشملها النزاع. عدد كبير من الصحراويين السياني اللي كاين في المغرب ولا في أوروبا ولا في المخيمات بداو كيشوفوا من هذه حركة صحراوي السلام داك النور اللي ممكن ينقذ عدد كبير من المحتجزين في مخيمات تندوف من داك الجحيم، لأنه واقعيا توجه حركة صحراوي السلام مختلف بالمرة على توجه البوليزاريو. البوليزاريو كتبني سياسة على القبلية والعنصرية والسلاح والقتال والحرب، وهذا بطبيعة الحال ما عطى أي أكل وأي نفع للصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، زادهم ألا ذلا ومذلة وإهانة وويلات. منذ ما يقارب 50 سنة البوليزاريو ما أسست شيء، كدعي أنها حرت أرض وعند أراضي محررة وهي لم تستطع التحكم ولا في متر واحد من الصحراء. إنجازات البوليزاريو منذ ما يقارب 50 سنة أنها أسست مخيمات تندوف وشيدتها
على أراضي غبار النووي في تندوف، مخيمات سماتها كل اسم على مخيم المدن الصحراوية، مخيم العيون، مخيم الداخلة، مخيم بوجدور، مخيم السمارة، كيتعايشوا فيه مع الأمراض والحصار والجوع والعذاب والقهر والويلات. عكس حركة الصحراويين بالسلام خلات واحد المسار يعني أممي، كتشوف المصلحة الأولى للمواطن وللإنسان الصحراوي، خصوصا المتواجد في مخيمات تندوف. توجه حركة الصحراويين بالسلام هو الإنسان الصحراوي وإخراجه من تلك المعاناة اللي كيتواجد فيها في مخيمات تندوف. هذا هو التوجه ديال حركة الصحراويين السلام. وأنا هون لا أدافع على حركة الصحراويون من أجل السلام، أنا أقول الواقع اللي شفت واللي احتكيت من وراء هذا النضال ديالي في قاعدة الصحراء المغربية. عرفت على أنه التوجه ديال أعضاء حركة الصحراويين السلام هو توجه في مصلحة الإنسان الصحراوي المتواجد في مخيمات تندوف، بعيد عن السياسة وبعيد عن النزاعات، وما كيشوفوا مصلحة يعني الإنسان الصحراوي وإخراجه من تلك المعاناة. أنا لا أدافع بالمرة على حركة الصحراوي السلام، هذه كلمة حق. نرجع للمقال أو منشور الجريدة الإسبانية اللي اتهمت فيه أعضاء حركة الصحراوي السلام وبعض من ضحايا إجرام بوليزار بالموالاة ديالهم المغرب، وأنه كتحركهم المخابرات المغربية. عموما انتم عارفين لأنه أي جريدة ولا موقع صحفي ولا إعلامي تكلم على شخص بالاسم دياله ولا بالصورة دياله واتهمه بما ليس فيه بدون دليل قاطع، من حق الشخص على أنه يرفع دعوة قضائية ويربحهم، يربحهم لا معنويا ولا ماديا ولا ماليا. هذا عارف هذه الجريدة ولا كاتب هذا المقال، فيقول لي واحد الصديق مغربي بجنسية إسبانية، وحسب ما وصلوا عرف من جهات مختصة قريبة من هذا الملف لأنه رئيس هذه الجريدة وكاتب هذا المقال، سارعوا لأنهم يتواصلوا مع أعضاء حركة الصحراويين السلام والأشخاص الآخرين اللي تذكروا في هذا المقال. قالوا لهم بلا ما ترفعوا دعوة قضائية احنا غنعوضوكم ونعطيكم بعض المال بيننا وبينكم سريا، وما يكونش هذا الشيء في العلن. شرط يبقى المقال ومنشور الصحيفة منشور كما هو ومتداول كما هو، وانتم ما ترفعوش دعوة قضائية نعوضوكم بالمال. اعطاهم واحد الاموال كبيرة في المقابل انه اعطاء حركة الصحراويين السلام ولهذا الضحايا اجرام بوليزار يسكتوا ما يتكلموش يبقوا ساكتين. لكن تيقول هذا الشخص على انه هاد الاشخاص المعنيين في هذا المقال وخصوصا اعضاء حركة الصحراويين السلام رفضوا رفضا قاطعا، لانه ذاك المقال الاسباني هو كيستهدف بالدرجة الاولى حركة الصحراويين السلام وكيوسخ من صورة هاد الاشخاص. رفضوا رفضا قاطعا، طالبوا بتحقيق وطالبوا بتوضيح وغيرفعوا دعوة قضائية على هذه الجريدة الإسبانية اللي تهجمت على هذه الأشخاص وحاولت تمس منهم وتقيس من المصداقية ديالهم. هنا هم متشبتين برفع دعاوى قضائية على ناشر المقال وعلى الصحيفة أو الجريدة الإسبانية، وهذا كيدل بدليل قاطع على أنه هذه الجريدة اللي كتبت هذا المقال واللي كتهجم فيه على الأشخاص قابضة أموال كبيرة من طرف المخابرات الجزائرية والبوليزارو على أنها تمس من هذه الأشخاص وتكسر من هذه الحركة اللي غادة في الصعود وبدأت فعلا معارضة حقيقية للبوليزارو. بعد تسريبات وبعد الردود في نفس الموضوع، حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. ايوا رواية خطيرة من السعديات هاي الجريدة الإسبانية الكبيرة، كاتبها عن جماعات الصحراويين من أجل السلام والجماعات الأخرين اللي عنهم ومشين جوس والبريكة والجماعات، معناها هاي رواية متينة شوي. يالت هاي الجماعة تتكلم لنا وتكذب لنا هذا، ويالت هم اللي ينعتوا لنا الشكوى، يعدلوا الشكوى من الجريدة، أي الجريدة الإسبانية اللي قعدت مسوق عليهم أنهم المخابرات يعطيهم يشكو منها، ونعتوا أنهم اللي استدعاها وأخوهن في المنبر اللي يشوفوه ياك نعرفوا عنهم مظلمة اللي معدلهم مو حقيقي. يا مرحبا بكم سهلة،
شفت بالنسبة لقضية هذا التقرير ما يظل حد يعطيه قاع، ما يعطي قاع حد أهمية، ذاك لأنه صحافي وذا اللي يقول ما جاب عليه هي مستندات ولا هو الكلام اللي دائما تقول البوليزاري، فهمتني؟ وإحنا نعرفوا العلاقات اللي تربط هذا الصحافي، لأنه الصحافي يتكلم معانا، نعرفوا العلاقات اللي تربطه ممثل الإعلامي اللي جبهة البوليزاريو في مدريد، وبالتالي ما هو شيء جديد علينا. هون قضية الشرط الهاتفية هي موقف بيدرو سانتيس، واللي موقف بيدرو سانتيس اللي اليوم في 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 أمام البرلمان الإسباني واللي ثبته وقال على أنه لا تراجع عن تأييد الموقف، تأييد المقترح المغربي، وعلى أنه ماشي في خطة يعني مدروسة ما فيها رسم الحدود في المحيط الأطلسي بين إسبانيا والمغرب، وهذا اللي قرار اللي قال اتخذ قال على أنه قرار دولة، قرار دولة يعني، بالتالي قرار دولة بالتالي ما هو قرار حزب. هذا هو اللي اليوم ثبت بيدرو سانشيز أمام البرلمان، وإحنا خرصوه في التلفزيون قدامنا. إذن هون لا يخلق ياسر من الكلام ويخلق ياسر من التحركات، واللي لا قال بعد لا يتم دائما 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 لا ضجة ضجة وتوف تعدلها الإعلامية تعدلها البوليزاريو، ما هي مقطعة فشلها العسكري ولا هي مقطعة فشلها الدبلوماسي. حتى قام اللي لا قالوا هذا وقالوا التقرير وما التقرير، يعني هذا حجة عليكم، حجة عليهم، لأنهم لماذا؟ لمن هم منين يقولوا لك هذا من الخارج كان معنا كامل وعاد ضدنا؟ أنا على أنه بعد هذه الشرعية اللي نزالوا هم متمسكين بها ويقولوا إحنا موثر الشرعي ولا حد الشعب الصحراوي، إذا الشعب الصحراوي قطعناكم ما تيتوا تمثلوه لعاد اللي إذا كامل من المسوع عاد معلم قاربة. ثانيا إحنا خاصة نعرف رواية هون نفهمه في رواية إلى عادوا قاع هذا وقالوا هم عن حركة صحراويين من أجل السلام على مقاربة. البوليزاريو معمل، البوليزاريو بالدليل القاطع تصرف فيها المخابرات الجزائرية، البوليزاريو لعبة جزائرية، إذن معناها لأن أهل الصحراء عادوا مقسمين بين طرفين من المخابرات، يا يعني إما مخابرات جزائرية ولا مخابرات المغربية، وبالتالي أظن على أنه البوليزاريو حتى هي ما تأيد به الناس هي موجود فيها قرار، ما عندها قرار سيادي، ما عندها قرار ذاك هو، بالتالي يظن على انها هذا ما لا تقدر تعيب به حركه صحراويه من اجل السلام. عموما تحياتي لهم.